السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم فاندا شانيل. إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى هل بطاقة التعريف الوطنية ضرورية لاجتياز الامتحان الجهوي. على هذا السؤال مطروح، وهذا بلاغ رسمي صدر عن الوزارة أمس اليوم 12 غشت 2020، والذي ينص على أن كل شخص وصل سن 16 سنة يجب أن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية عوض 18 سنة كما كان عليه سابقا. التقرير لأشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم 12 غشت 2020. صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء 12 غشت 2020 على مشروع مرسوم رقم كذا لتطبيق أحكام القانون رقم والمتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي كان السيد وزير الداخلية عرضه سابقا. إذا هناك مرسوم في الجريدة الرسمية يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، وأيضا ببعض المواد التي سنراها لاحقا. ما الفرق ما بين بطاقة التعريف الوطنية الحديثة والقديمة؟ بالنسبة للخصائص ديال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصائص البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تجعل منها نقلة جديدة وإيجابية لكل المواطنين المغاربة، فهي بطاقة على مستوى عال من الأمان وصعبة التزوير، تواكب التكنولوجيا الحديثة في مجال الوثائق التعريفية، تساهم في تبسيط المساطر الإدارية، وذلك لكونها تعفي من الإدلاء بالوثائق الرسمية التالية. بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد، شهادة السكنة، شهادة الحياة، وشهادات الجنسية، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة الحصول على جواز السفر البيومتري. إذا هذو كلهم خصائص كتميز بهم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة. بالنسبة للمواد المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، بالنسبة للمادة الأولى، لك تثبت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هوية صاحبها بما في ذلك هويتها الرقمية بتخصيص رقم وطني للتعريف واحد خاص بكل شخص ذاتي. هذه بالنسبة للمادة الأولى كتعريف البطاقة التعريف الوطنية. بالنسبة للمادة الثانية، يجب على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا على كل شخص عنده 16 سنة خصو يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 16 سنة كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي. يعني حتى اللي ما عندوش مثلا 16 سنة يمكن يحصل على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك بطلب من نائبه الشرعي. هذه بالنسبة للمادة رقم 2. بالنسبة للمادة 11 وسبقت الشرط لهم، تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية. بالنسبة للبطاقة الوطنية الحديثة، كتعفي من رسم الولادة يعني عقد الزياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة، وشهادات الجنسية. بالنسبة للمادة رقم 15 التي تنص على العقوبات، يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة أغفل عن تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا أي شخص عنده 16 عام وما داش طلب للحصول على بطاقة التعريف الوطنية، عنده غرامة ما بين 300 إلى 400 درهم، يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 13. إذا هناك عقوبات، سواء بالنسبة لأغفل عن طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، أو الذي لم يقم أو التي لم تقوم بتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا بصفة عامة، على كل مترشح أو مترشحة لاجتياز امتحان جهوي طرح السؤال على مؤسسته أو مؤسستها، هل بطاقة التعريف الوطنية ضرورية هذا العام أم لا؟ أما بالنسبة للسنة المقبلة فالجواب واضح، يعني ضرورية لاجتياز امتحان جهوي كما امتحان الوطني. إذا الهدف من هذا الفيديو
هو الإعلام بأن مرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على قد تغير، وأصبح من كل شخص له سن 16 سنة يجب أن يطلب الحصول على البطاقة الوطنية. وأيضا كل شخص بالنسبة للبطاقة ديالو اللي مثلا سالى الأجل ديالها يجب أن يجدد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. ونفس الشيء بالنسبة للمترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي على هالبطاقة التعريف الوطنية ضرورية هذا العام، أما بالنسبة للعام المقبل إن شاء الله فهي ضرورية لاجتياز الامتحان الجهوي لكل مترشح ولكل مترشحة. على ما تنساوش إذا أعجبكم الفيديو جيم للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد إذا كنتم من الزوار الجدد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.